السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جستك الحمد لله توي تعشيت والله ما في شعور صراحة أفضل من بطن يكون مليان. الحمد لله الحمد لله أنا نعمته والحين رايق هم هادي رايق أبي لعبة أروق عليها. أسألك بالله تعطيني لعبة رايقة أكثر من هولو لايت. لا شهد هاي الرحمة جبو لا تضربها وتطير في الشوك. ما في فخلونا نكمل المقطع هذا. راح ابدا في اضافه جود هوم او جود ماستر وحاجه زي كذا. الاضافه هذه مره متحمس لانه سمعت انها تجمع البوسس كلهم وحاجه زي كذا. انا ما ادري بكل صراحه من فين تخش الاضافه عشان كذا بخش الانترنت واشوف. ما ادري سمعت انه بمكانك تخش من الاضافه من كوليسيوم فولز. اوكي بالشركه وصلنا بعد سفر استغفر الله. طيب يقول تروح يمين اخر شيء ودقيقه خلونا نستبدل بعض التمائم. كيف تبينا نسحب على ولدنا؟ اوه من هنا صح. اوه تو يدري صنعنا هذه البحيره. طيب اتوقع من هنا بعدين ممكن من هنا. اوه والله من هنا يب. اوكي منطقه جديده هذه اكيد. بغيت اطيح عادي اطيح. اوه والله لازم اطيح اصلا. اوكي المكان غريب. بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيه من هذا؟ اكيد نطارده بعدين يطلع انه تقفل. نروح يمين ولا في مسارات كثيرة صح؟ والله فيهم 20,000 مسار. بحة والله لتموت يا ابن الذين. اي والله اقتله. بحة الله يلعنه زبال. الحين بيختفي مرة ثانية. كلب حيوان. احسن مفتاح بسيط سمبل كي. اوكي يعني الحين قرأت في الانترنت انه تجي لين هنا بس عشان تاخذ المفتاح هذاك. اخذنا المفتاح خلاص الحين اخذنا المفتاح. في بينا الحين نرجع للمسالك المائيه الملكيه الرويال ووتر ويز. ما ادري ليش ما قلت ما اقول المجاري. ما ادري ليش اقول لازم المسالك المائيه الملكيه. فلسفه كذا على الفاضي. وصلنا. طيب اوه في جدار ينكسر في السقف تشوفون. اخي الاضافات حقت هولو نايت دايم كذا وضعه غريب. كل جدران مخفيه ومدري شو اسمه صراحه. لو ما تبحث في الانترنت والله ما تقفطها. والله ما تلاقيها لو كان ايش. اوكي اجيبه. اوكي ممكن من هنا ميبي. اي والله من هنا. هولي مولي شكله اكيد في بوس هنا. بوس 100% بوس. اوه توقعت والله بوس. تشوفون كميه الصناديق في التابوت هذا او الكوفن. بامكاني استعمل المفتاح اللي اخذته من هذاك الزبال واستعمله هنا. What the hell is this؟ ايش هذا؟ اعطاني تميمة. Got tuner. ها؟ خلينا نشوف. استعمل سيف الاحلام اكيد يعني. اوه جالس يغني. المكان جميل. او بيت الاله جود هوم. دايم المكان جميل. طيب احا وايش هذولا؟ وفي كرسي. دايم وربي جمال. والموسيقى حتى غريبه كذا. من جد تحس انك في مكان كذا مقدس. اوه يا الموسيقى ايش هذا؟ يقول لك بانثيون of the master. ما ادري ايش معنى البانثيون. المهم ابحث عن الاله. ابحث عن اله الظفر او اله المسمار والشل الصدفه او حاجه زي كذا. طيب في مسمار وفي شل وفي تميمه وفي روح. ايش السالفه؟ اوكي هو قال لي قال حق النيل والشل بس. اوكي خلونا نشوف بيجن. ايش ذا؟ ما ادري حطيت المسمار والصدفه ودخلني مكان. يقول يا سافل انجب دمارك على نفسك. يقول بما انك دخلت هذه البوابه انت تحديت الهات هذه المملكه. دايم جي بليبه هولي ماما. ايش هذه الموسيقى الابيك؟ احا تعال هنا. ايش في هي في قلوب مخفيه يا شباب ما يمدي نستعملها بموت. شوف الزبال مت. ايش صار؟ نرجع عند هذا. انا ما ادري ايش السالفه اصلا. ليش يعني ليش اختار هذه؟ طيب بختارها كلها.
اوكي بختارها كلها. طيب تعال 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 يا الزبال. اوه ما يمدينا نعبي صحة. صح الحين ما يمدينا نعبي صحة. وفي اربع قلوب مختفية ما يمدينا نستعملها. البوس هذا كان بوس جانبي زبال. ايش به؟ ليش هاي كل هذه الموسيقى شغالة؟ الموسيقى هذه الرهيبة. والله حرام صراحة. يا للمضيعة. كل صراحة اذا مت الحين فانا راح اعتبر نفسي نوب. بس حتى ولا يا رجال كاني ازمونه نايم وانا مغمض بعد. وين يغمض؟ ها تشوفون كيف؟ والله قتلت واحد انا مغمض. كفو قلت لكم زبال. ما تصدقون انتم ما تصدقون ما تصدقون. هولي ماما ايش في؟ لا تقول لي اني بقاتل اكثر من بوس. احا 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 بموت بموت احا. اها يعني مو بس بوس واحد اقاتله. ليش اعطوني هذه الاشياء؟ يعني ليش اختارها؟ طيب لو دخلت وانا استعملها كلها ايش يصير؟ خلونا نشوف. لو دخلت وانا استعملت ولا شيء يعني ما حطيت ولا شيء. شوفوا دخلت بكل شيء معاي. الحين قلوبي كامله بامكان استعمل التعويذات التعويذات. تعال تعال تهزمني. ها يلعن شكله. لاحظتم برضو حاجة؟ اسم البوس تغير. اسم البوس تغيرت. البوس الاول سمعت المنتقم حاجة زي كذا. البوس هذا ما ادري ايش اسمه بكل صراحة. خلونا نشوف البوس اللي بعده. دايم هولي ماما وات ذا هيل. اقاتل اول بوس. لا تقول لي راح اقاتل البوس كلهم. تعال 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 زبال زبال زبال. ترى ضعيف. ترى مرة ضعيف. شايفين اقول لكم ضعيف. هزمته. دايم هذا من جرين باث. احا تعال تعال تعال. هذا البوس مسوي ترى انه قوي يعني فهمتم؟ لانه مع الآلهة الحين صاير. يا كرهي لك. تمنيت لو جريم استمر او عاش او صار له حاجه زي كذا. خلاص كفايه نسولف عن هذيك الاضافه. الحين احنا في اضافه الآلهة. جي بليبا هورنت موسيقى تغيرت. الموسيقى حقتها الاضافيه مع كذا بلوت تويست فهمتم؟ اوه والله نفس موسيقتها بس كذا ضايفين عليها كذا الحان زياده. تعال تعال تعال. شايفين كيف سهله؟ ضعيفه يا رجال. ايش في؟ اوه كرسي. الله يعني الحين ما راح اضطر اني اعيد كل البوسز اللي قبل شويه. يلا شيء كويس. من الحين اوه هذا مو بوس فعلي. هذا عبارة عن روح تقاتلها عشان تجمع منها عملات عشان تطور مسمار الأحلام. أوه يا كيف أكره لما ينتقلون. يلا خلونا نعبي خلونا نعبي خلونا نعبي. يا رب يمديني. أوكي عبيت عبيت. باقي ثلاث قلوب ما تعبت بس. أوه ماي جاد ندافع الزق. آسف يا شباب عارف في ناس يحبونه ترى والله. في ناس يحبونه. تعال تعال دوما 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 دوما. كفو هزمته. بس ضعيفين يا رجال. اوكي من الحين. اوه احا هذا زبال. هذا برضه زبال الله يلعنه. والله كان بيجلدني بس عادي ضعيف زي اخوان. اح اكره هذا البوس كريه مو مره يعني بكل صراحه. لا لا بليز مان بليز. والله المت. طيب خلينا نجرب بعيد. ثاني ثالث الرابع. بكل صراحه لو في شيء بس ابي افهمه هو ليش قبل ما تقابلهم يطلبون منك تضعف نفسك او شيء زي كذا. ليه خامس زبال. الخامس مدري السادس. هذا خلونا نقول السادس. سابع او السادس. هذا ثامن. يبي لي اكون حذر. الله يلعنها. لا يا اخي كل شويه تقفز. ما ادري ليش جالس اقول انها انثى يعني ما ادري ليه. اوه ماي جاد كم هيلث هذا. خلني هلث. اوه ثامن ما ادري من بعده. وصلت عنده ومت قبل شويه من هذا. ترنيمه صح يسمونها او حاجه زي كذا او التهويده. دايم دايم والله هيب. والله قلبي جالس قد شفتم قلبي قشعر. يقول نتمنى انه الالهه يعاقبونك ويدمرونك. يقول انقلع يا زبال
انقلع يا حيوان واتمنى ان الآلهة تدمرك. ايش في جنب؟ احا ايش هذا؟ اهلين نيل ماستر اورو. هولي ما قد قابلت هذا البوس للاسف، يعني في معرف ثلاث حركات مره خير شر. احا هذا يعلمك اصلا، يعلمك واحده من بين حركات اللي تستعملها لما تشحن السيف حقك. احا او ماي جاد هزمته. او واحد ثاني. احا احا اورو ماتوا الاخوان. جي بليبة يا أخي، حرام عليكم تجمعون علي اثنين ما أعرف تحركاتهم بعد 70,000 بوس. أوه ماي لورد يا شباب، جالس انجلد، جالس اتدمر. أحا خلني أعبي صحة، أبي هلف. أحا الله يلعنه كل شوي يضربني. أحا يا ربي بموت بموت بموت. صداع، يعني الحين يبي لي ازيد ارجع اعيد كل البوسز من البدايه لين ما اوصل عند الاخوان بعدين هزم الاخوان. ولسه ما فهمت السالفه هذه. خلاص بوقف هنا، اتمنى استمتعتم والله والله صعبين الله يلعنهم. المهم اشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني. اذا عجبك المقطع حط لايك، اذا ما عجبك حط ديسلايك، واذا عجبك حط سبسكرايب، سوي سبسكرايب عشان تدعم القناه. اشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. يلا السلام عليكم.